يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بساحة الحرية وساحة الكرامة. اليوم بحب نوه عن بعض الامور المستجدة والموجودة على الساحة. ان ساحة الكرامة والمتواجدين فيها اصبحوا يعلمون تماما ماذا يريدون، ولا تستطيع لا ابواك المحور ولا غيره ان تدس بعض الشعارات التي لا نرغب فيها. نحن مع الشعب الفلسطيني. اما هاي المنظمات المرتبطة بايران اجمالا من قم حتى الضاحية لا تعنينا ولا يهمنا من امرها شيء، ماشي. وبالنسبة للشعب السوري، الشعب السوري كله شعب واحد، لا يستطيع احد ان يقول ان السويداء هي شيء مختلف عن السوريين. سيأتي يوم وتعود سوريا الحبيبة موحدة بكامل اطيافها، من القومية الكردية الى القومية العربية الى باقي الطوائف. ولا نريد أن نضيف على ذلك، لأن ساحة الكرامة والمتواجدين فيها يعلو فوقها كبرياء سلطان باشا الأطرش وشهامة الأستاذ كمال جنبلاط وعطوفة وسماحة الشيخ أبو سلمان حكمة الهجري وسماحة الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، وإنا لمنتصرون.